special one. Some see crazy where I see love. You fall so low, but soar so high. Big dreamer, shoot for open sky. طبعا فكرة السينما بعد ما صدر القرار من وزارة الثقافة والإعلام مثلا في هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالسماح بإنشاء دور عرض السينما، فكرنا أنه نستثمر أحد المواقع الموجودة من خلال جمعية الثقافة والفنون. طبعا هذا مكان مهيأ مثلا لبعض الفعاليات الفنية والثقافية، وبالتالي نستثمر هذا المكان لتقديم عروض سينمائية عائلية. حاولنا نختار أفلام مناسبة تناسب شريحة العوائل. نسبة الحضور زادت 85%، فهذا دلالة أنه في إقبال جيد من العوائل ومن الأطفال لحضور هذه الأفلام. بالتأكيد يعني الاستمرارية في هذا الموضوع في العروض السينمائية، هذا يعطيك أنه حيكون الحضور بشكل أكبر ومكثف. إحنا زي ما قلت لك إحنا ركزنا الآن على فئة الأطفال والعوائل، لكن بعد كده الموضوع حيكون انفتاح بشكل أكبر. أنا برضو مبسوطة عشان نتفرج أفلام بدل ما نسافر أماكن.